عقد مجلس النواب جلسته اليوم برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس، حيث وافق المجلس بالأغلبية على مشروع بقانون بتعديل المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية. يقضي التعديل بتخصيص نسبة 15% من القسائم الصناعية لبناء سكن للعمال الأجانب العزاب، وهو المشروع الذي يستهدف وضع الحلول المناسبة لظاهرة انتشار المسكن المشترك للعمال داخل المناطق السكنية وتجنب الازدحام المروري أثناء توجه العمال لمواقع عملهم صباحا ولدى عودتهم منها، والحد من تجمعات العمال أمام المسكن المشترك مما يعيق من حركة دخول الأسر البحرينية لمنازلهم. وكان المجلس قد بدأ جلسته بمناقشة الرد الحكومي على 20 اقتراحا برغبة، وفي ذات الجلسة وافق المجلس على تأجيل النظر في المشروع بقانون بتعديل المادة 47 من قانون المرور والصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 سنة 2014، يختص التعديل بتنظيم تصوير الحوادث المرورية.